من الصفات البشرية التي تظهر مبكراً عند الطفل هي الرغبة الجامحة في الربح والنشوة عند تحقيق الفوز. هذه الصفة تتقوى بمرور الوقت لتصبح هاجساً لدى الإنسان البالغ، وأمام تحديات الحياة وحاجياتها يصبح الربح السريع مطلباً ملحاً أكثر من الربح في حد ذاته. ظهور فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام وتيك توك غير معادلة الحياة، وأصبح الكل يحلم بنصيبه من الأرباح بعد تزايد التقارير والمعلومات عن الأرباح التي يجنيها أصحاب القنوات والحسابات الضخمة، الأمر الذي ساهم في انتشار خرافة الربح من الأنترنت عوض التعبير الأصح وهو الربح من العمل عبر الأنترنت. منذ ابتكار شبكة الأنترنت وحتى وقتنا الحالي، ظهرت الآلاف من مواقع التواصل الاجتماعي. عام 2004 تم إطلاق فيسبوك ليكون واحداً من أقوى وأهم مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق، ولاحقاً في عام 2005 تم إطلاق منصة يوتيوب لتقدم أسلوباً جديداً كلياً في التواصل وهو المحتوى المرئي. وفي سنة 2010 ظهر لأول مرة إنستغرام، وظل الوضع بهذا الشكل إلى أن ظهرت منصة تيك توك في عام 2016 قبل أن تنتشر كالنار في الهشيم في عام 2020. ومع سيطرة السوشيال ميديا على وقت كبير من اليوم، كان من الطبيعي اتجاه الكثيرين للتفكير في طرق الربح من هذه المواقع. وبسبب ظهور تطبيقات السوشيال ميديا على الهواتف الذكية، وتحديداً سنة 2007 مع إطلاق أول آيفون من شركة أبل، استفادت الشركات من هذه النقلة واكتشفت طرقاً جديدة لخدمة عملائها لشراء السلع والخدمات. وحسب مقال صدر مؤخراً عن IAS Insider بعنوان The Evolution of Social Media Advertising، فالمستخدمون لا يسجلون الدخول ويتصفحون فحسب، بل يخبرون المنصة بأسمائهم وأين يعيشون وماذا يحبون، يرسمون الصورة الأكثر وضوحاً الممكنة حالياً للمسوقين الذين يتطلعون إلى استهداف مستهلكين محددين. هكذا بدأ فيسبوك في وضع إعلانات على نظامه الأساسي في وقت مبكر من عام 2006، وقام تويتر بتمكين الإعلانات في عام 2010، وحاول كل من لينكد إن وإنستغرام وبينترست وسناب شات وتيك توك استثمار خدماتهم من خلال أشكال مختلفة من الإعلانات الممولة. وكانت الطريقة الأكثر فاعلية للاستفادة من شعبية السوشيال ميديا هي الاستفادة من الجماهير، وتحقيقاً لهذه الغاية يقوم المسوقون الرقميون بإشراك المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة عروض المنتجات مع متابعيهم. ويقضي هؤلاء المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وقتاً في بناء الثقة مع متابعيهم، مع وجود أكثر من 3 مليارات مستخدم للسوشيال ميديا في جميع أنحاء العالم. عام 2021 حدث تصادم بين أموال الإنترنت والسوشيال ميديا، لكن التقارب بينهما كان دراماتيكياً بشكل خاص في العام الماضي، حيث شهدنا اندفاع عشرات المليارات من الدولارات إلى العملات المشفرة الرقمية كريبتو، وأصبح من الصعب معرفة أين تنتهي السوشيال ميديا ومتى تبدأ العملات الرقمية والتمويل المرتفع، الأمر الذي أدى إلى نشوة جني الأموال التي حددت الإنترنت بشكل كبير العام الماضي أكثر من تيك توك أو أي مؤثر على إنستغرام. Joining me right now is Anderson. Parle de crypto actif. Of a global crypto crackdown. Può fare tutto con il Bitcoin. C'est de base de Bitcoin olmak üzere yatırım. Fenomeno de las criptomonedas que va. Il est rare contrairement à l'euro et au dollar. في المغرب، حسب المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRTE، فحظيرة مشتركي الإنترنت سجلت نمواً سنوياً يقدر ب 16% لتبلغ 30.6 مليون مشترك. وحسب تقرير صدر عن مؤسسة هوتسويت بتعاون مع شركة وي آر سوشيال، متوسط الوقت الذي يقضيه يومياً كل مستخدم لإنترنت بالمغرب لتصفح الشبكة العنكبوتية عبر هاتفه النقال 3 ساعات و31 دقيقة يومياً، أي أكثر من المعدل العالمي الذي يقدر ب 3 ساعات و22 دقيقة. واستناداً إلى إحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، كان هناك أكثر من 30 مليون مستخدم مغربي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في 2021، أي ما يمثل 89% من المغاربة.
Welcome to Zanzibar. وي ذات ناجين على التوب نهار بوغوس مرحبا بكم. كيف هذا كاع داكشي اللي عندها في مسلسلات يسافتهم في المغرب؟ هناك اقبال هائل على انشاء قنوات افتراضيه بمنصه يوتيوب، ايمانا منهم ان طريق الثراء الفاحش يبتدئ من هذا الموقع. إلا أن مقدار الربح الذي يحققه أصحاب القنوات من اليوتيوب يختلف من شخص لآخر، وأيضاً من قناة إلى أخرى حسب نوع القناة التي يمتلكها، المواضيع التي يتم طرحها في القناة، نوعية المشاهدين، والبلد التي تأتي منه المشاهدات، وحسب عدد المشاهدات وعدد النقرات على الإعلان. وموقع يوتيوب في الحقيقة لا يقوم بدفع دولار واحد للمشاهدين أو إلى أصحاب القنوات، بل طريقة الدفع الأساسية تتعلق بالإعلانات التي تظهر والتي تتحكم بها شركة جوجل أدسنس. فاليوتيوب يأخذ 40% من المبلغ الإجمالي وتعطى 60% لأصحاب القناة. إذن طريقة الربح من يوتيوب هي كتعتمد على نشر محتوى. طبيعة الحال نشر هذا المحتوى يمكن الناشر من أنه يتسجل في واحد النظام أو في واحد البرنامج ديال شركة جوجل واللي كيتسمى جوجل أدسنس. طبيعة الحال بعد الاشتراك في هذا النظام هذا أو في هذا الخطة هذه، فكيتمكن من أنه يظهر إعلانات للمعلنين في القناة دياله، وهكذا فكيقدر أنه يكون عنده واحد العائد مادي من يعني من دوك الفيديوهات اللي كينشر. طبيعة الحال العائد المادي اللي كيكون عنده فهو كيكون كيعتمد على جوج ديال المعايير. المعيار الاول وهو اللي كيتسمى بير كليك، يعني خاص هذاك الشخص اللي غايشوف هذيك لا فيديو غيطلعوا ليه اعلانات اللي اما كتلقاهم في الجنب اما كتلقاهم في التحت اما وسط الفيديو، وخاص هذاك السيد يكليكي، يعني ملي كيكليكي هنا كياخذ واحد النسبه مئويه من هذيك العمليه اللي تقام بها اللي هي الكليك. طبيعه الحال كاينه النقطه الثانيه واللي هي كتسمى يعني بير فيو، يعني انه عدد مرات ظهور هذاك الإعلان، يعني الناشر كيتخلص فقط ظهور وهكذا، فالمعلن كيتخلص على جوج الحوايج، كيتخلص على الكليك وكيتخلص كذلك على الظهور. يؤثر الموقع الجغرافي الذي يتواجد فيه الجمهور بشكل كبير على معدل CPM لمقاطع الفيديو المنشورة. هناك طلب متزايد على الخدمات الإعلانية في البلدان المتقدمة، فمثلاً إذا كان المشاهدين من الولايات المتحدة الأمريكية فإن معدل CPM سيكون أكبر من تركيا مثلاً. أما في المغرب فلا يتجاوز السعر 1.63 دولار عن كل 1000 ظهور للإعلان على يوتيوب، ما يجعل الفرق شاسعاً بين هامش ربح المغاربة والأجانب عبر جوجل أدسنس. ولكن ماذا لو تم استعمال VPN؟ هل يمكن أن يحصل المغاربة على نفس أرباح كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولاً عندما نتحدث عن VPN فالVPN خاص يقوم به المشاهد وليس مالك القناة، لأن أنا إلى داير واحد القناة في المغرب مثلاً وكيتابعوني ناس حقيقيين مثلا في أمريكا أو لا، فالربح ديالي غيكون مرتفع مقارنة مع واحد المغربي مثلا كيشوفوه مغاربة. طبيعة الحال كاينه واحد التجربة ديال واحد المغربي نيت اللي كيدير محتوى أجنبي وكيكون عنده متابعات اللي هي أجنبية، والمبالغ اللي كيدخل هي مبالغ اللي هي كبيرة بزاف. بطبيعة الحال ملي كنهضروا على قضية أن هذا الاختلاف في الأثمان ما بين المغرب وما بين دول أخرى، فهذه المسألة هي راجعة بالأساس إلى ما يسمى بالبيدين، المزايدة. المزايدة كتعتمد على أنني نفترض أن جوج شركات متنافسان في نفس المجال، فمثلا هذه الشركة غادي تعطي مثلا واحد المبلغ باش تبان أكثر من واحد الشركة، إذا هذه الشركة باش تولي تبان أكثر من هذه الشركة خاصها تزيد المبلغ، يعني تزيد مثلا الكوست بير كليك اللي هضرنا عليه، وكذلك تزيد يعني بير فيو أو الإمبريشن، تزيد حتى في الإمبريشن. إذا بطبيعة الحال هذا الشيء اللي كيخليه أنه مثلا ملي كنهضروا على دول الخليج، دول أوروبا، دول يعني الأمريكية، فطبيعة الحال هناك شركات كبيرة اللي عندها واحد رأس مال كبير اللي كتدفعوا أو اللي كتدخلوا في مسألة الإعلانات الرقمية، وهذا الشيء اللي كيخلي أن الأرباح اللي ديالهم كيكونوا أكبر بكثير من المغرب. المغرب لي بيجي اللي كيكونوا في الإعلانات المغربية يعني باغ انترنت يعني باقة قليلة، داكشي علاش الناشر المغربي ما كيكونش عنده واحد الربح كثير مقارنة مع
يعني واحد النشر اللي كيتابعوه الناس اللي اجانب. 48% من المغاربة يستعملون إنستغرام خلال سنة 2021، حيث انتقل الرقم من 10 ملايين إلى 15 مليون مستخدم بالمغرب، واستخدامه يتم من طرف غالبية المستعملين بشكل يومي، وأغلب مستخدميه لا تتجاوز أعمارهم من 35 سنة، ومعظمهم من العاملين بقطاعي الفنون والثقافة والتجارة والصناعة. والربح من إنستغرام يتطلب وجود متابعين حقيقيين ونشيطين على الحساب يتفاعلون من خلال النقر على زر الإعجاب وإضافة التعليقات، ويتم الربح عن طريق الترويج والتسويق لمنتجات تجارية، وهذه المنتجات تكون خاصة ببعض العلامات التجارية، وكل ما على المستخدم القيام به هو إدراج الرابط الخاص بالمنتج ويحصل على عمولة مقابل كل عملية بيع. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, que Fayqin en forme, Nachtin et compagnie. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah, je suis ravie d'être là. معكم فيديو جديدة على قناتي باليوتيوب. زينب المعروفة بزي بيوتي في السوشيال ميديا كمؤثرة اكتسبت شعبية كبيرة على انستغرام بسبب دروسها في المكياج ونصائحها حول المنتجات والموضة، ويصل عدد متابعي زي بيوتي على إنستغرام إلى أكثر من مليون متابع. وخلال تواصلنا مع زي بيوتي أكدت لنا أنها لا تعتمد على سبونسورين لتطوير صفحتي على إنستغرام أو لتحصل على متابعين جدد، بل تعتمد على المحتوى التي تقدمه والموجه أكثر لفئة الإناث. أما بخصوص الكولابوراسيون فالشركة والزبائن هم من يقدموا لها عروض من أجل الإشهارات. بعيداً على يوتيوب وإنستغرام، هناك عدة طرق أخرى للربح من الإنترنت كالتدوين والميلين أو عن طريق التسويق بالعمولة أو التجارة الإلكترونية وغيرها. طبيعة الحال 2022 كاين بزاف ديال الطرق ديال الربح من غير اليوتيوب، كاينه ما يسمى بالتجارة، وكذلك على مجالات اللي هي من غير المجالات يعني بيع منتجات داخل البلاد او خارج البلاد، كذلك كاين ما يسمى بالدروب شيبين، والدروب شيبين هو كذلك واحد المجال اللي كيمكن الناس من انهم يشريو دي برودوي ويبيعوهم بلا ما يكونوا حداهم. يعني مثلا نقدر انني نشري واحد لو ستوك في فلاشين ونبيعو في ميريكان، كتبقى مساله ديال طبيعه الحال داك لاجنت اللي عندي انا فلاش في الشينوا مثلا اللي كنثق فيه اللي كيشري ليا البرودوي اللي كيتيستيه وكيصيفطو ليا ليكليون ديالي. طبيعه الحال من الطرق الاخرى غير البيع والشراء كاين مثلا ما يسمى بالاي سي او او انشاء مدونات تيكون الهدف ديالها هو انها كتكون تتهضر في مواضيع، وبطبيعه الحال كيتم كذلك زرع فيها اعلانات جوجل ادسنس او اعلانات الافيليت. وبطبيعه الحال عندما نحبب هذه المواقع لمحركات البحث، فهذه المواقع بطبيعه الحال كتولي كتظهر في مواقع البحث، يعني الترتيب ديالها كيتحسن في مواقع البحث، وتيولي اي واحد تيقلب على ذاك الموضوع تيولي يطلع الموقع ديالي هو الاول. وبطبيعه الحال كنكون كنربح اما من بيع المنتجات داخل هذيك المدونه عن طريق الافيلياسيون اللي سبق ليا وشرحتها، او كذلك انطلاقا من ما يسمى بال يعني بالاعلانات ادسنس. اذا كذلك تتبقى الطرق الاخرى ما يسمى بالافيليت ماركتين. الافيليت ماركتين كذلك واحد الطريقه اللي هي مربحه جدا، بحيث انه كنقدر انني نبيع منتجات وناخذ على العموله، اولا نبيع اولا اشتراكات وناخذ واحد العموله من خلال هذه الاشتراكات. وطبيعه الحال مثلا نهضروا على الافيليت ماركتين، فتبقى كذلك الصور ديالو متعدده، اما انني كنكون كنخدم عن طريق ارسال رسائل ايميل او ما يسمى بالمايلين، وبالتالي فهذوك الايميلات كتكون عندي واحد الداتا ليست اللي كنصيفط لها هذوك لي زيميل والناس كيشريو او لا كيشتركوا او الى غير ذلك، او لا كنكون كنخدم باغ اكزومبل بان ترافيك اللي كيتسمى البوش نوتيفيكيشن. مثلا دوك لي نوتيفيكاسيون اللي كيبقاو يطلعوا لك في التليفون ديالك مثلا في جوجل كروم ولا هذا، كيبقى مره يطلع لك واحد النوتيفيكاسيون، هذوك تيتسموا لي بوش نوتيفيكيشنز، او لا عن طريق كذلك البوش نوتيفيكيشن، يعني تنصيفط العروض ديالي عن طريق هذوك البوش، فبنادم كيسرسل ليه تليفونه كيهزو كيشوف العرض يقدر انه يشري من عندي او الى غير ذلك. كاين كذلك من الطرق الاخرى كذلك في الافيليت ماركتين هو الاس ام اس كطريقه كذلك من الطرق ديال الافيليت ماركتين. في عالم تحكمه قواعد العولمة وتنقل وسائل التواصل الاجتماعي فيه تصريحات الكبار من رموز رجال الأعمال والشركات الكبرى، توجهت الأنظار بشكل كبير للعملات الرقمية،
والعملات الرقمية هي نتيجة للثورة المعلوماتية وتم ميلادها بنجاح عام 2009، وكانت بيتكوين هي العملة الأولى في عالم العملات الرقمية. إصدار العملات الرقمية يتم بصورة غير مركزية، وذلك من خلال خوارزميات رياضية عن طريق برامج الكمبيوتر. والعمل بهذه العملات تطور على مدار العقد الماضي، حيث تم تنظيم عمليات التداول وتم ضبط الرقابة عليها من خلال بلوك تشين الذي يرصد عمليات التداول ومعرفة كل حساب. وهناك عدد كبير من هذه العملات، حيث نجد على سبيل المثال الإيثريوم، ريبل، نيم، لايتكوين، نيو، داش وغير ذلك. العملة الرقمية هي دائرة بحل واحد، كنا ننظر على الأسهم بالنسبة للشركات. إذا غير هنا يكون عندنا واحد الشركة أو عندنا واحد البروجي، هذاك البروجي كان في البلوك تشين. إذا باش نقلبوا على ناس اللي يساهموا معنا مباشرة في ذاك البروجي ماديا، دايرين واحد العملة اللي كيشريوها الناس، متفقين؟ نفس المسألة اللي كنهضروا مثلا على واحد السهم بالنسبة لواحد الشركة. إذا أنا باش نساهم في هذيك الشركة كنشري الرأس المال ديالها، إذا هنايا كنشري هذيك العملة الرقمية. طرق استخدام هذه العملة، هذه كتستخدم في بطبيعة الحال كاين يعني كاين أولا الدفع، كاين دول اللي دابا ممكن أن لأنه ممكن أنك تدفع يعني الدفع مقابل يعني إما البيتكوين أو العملات الرقمية، متفقين؟ كاين كذلك كاين حتى في مساله ديال التعاملات التجاريه حاليا، يعني كاين مثلا واحد كيشري واحد مثلا سلعه ويقدر انه يخلص بالعملات الرقميه. علاش؟ لانها بسرعه يعني كي تن اكزيكوتي ديك الاكسيون ديال نصيفط الفلوس من واحد المحفظه لمحفظه، تقريبا غنصبر واحد 5 دقائق 10 دقائق، الفلوس غادي يكونوا غيوصلوا في اي بلاصه في العالم، وبالتالي نقدر انني نحصل على ديك السلعه ديالي. قيمة العملات الرقمية تزداد وتنخفض مع مرور الوقت، لهذا فمن الطبيعي أن تتجه الأنظار نحو إمكانية تحويل هذه العملات الرقمية إلى نقود حقيقية. بطبيعة الحال ممكن تحويل العملة الرقمية إلى 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 عملة نقدية، كاين بزاف ديال الطرق. كاين الطريقة الأولى وهي أنه كتبيع بير تو بير، يعني كاين واحد السوق اللي كتكون في بعض المتاجر اللي ممكن أنني نحط واحد لو سول وكندير ليه واحد التسعيرة معينة. مثلا ناخذ مثال، مثلا كنقولوا واحد يو اس دي، يعني اليو اس دي تي اللي هو غالبا كيتستخدم، كاين اليو اس دي تي واليو اس دي سي، كاين اللي غالبا كيتستخدم في التعاملات التجارية. فكنقدر انه باغ اكزومبل نحدد واحد القيمة، مثلا تنقول انا تنبيع واحد يو اس دي تي مثلا ب 9.40، او لا تنبيع واحد يو اس دي تي ب 10 دولار. ملي تنقول 9.40 يعني كنهضر على اسمح لي 1 يو اس دي تي تساوي 10 دراهم، او لا 1 يو اس دي تي تساوي 9.40، يعني كنحدد ليه واحد القيمه بطبيعه الحال. وهنايا العرض والطلب، كاين اللي كيبغي كيف كيشري من عندي وكيدوز ليا الفلوس للكونط بونكار ديالي. كاينه المساله الاخرى واللي هي كاينه ابلاك اللي كتمكنك من انه هي كتشري من عندك هذاك الوصول وكتقلبوا لك اما اورو اما يو اس دي، يعني ديك الساعه يعني كندوز ليها الكريبتو كنحولوا، يعني كنولي تنحول مثلا اليو اس دي تي مقابل عمله الاورو، او اليو اس دي تي مقابل الدولار، وبالتالي كنحول وكتقدر تكون بطاقات ائتمانيه اللي كنخرج بها الفلوس. داكشي علاش هذا المجال هذا ماشي واحد المجال ديال الناس اللي مثلا بغي يديروا منه راس المال، او لا مثلا واحد جمع واحد البركه وتتبان ليه راه غيحطها في هذا الشيء وغدا راه بيولي لاباس عليه لانه شاف شي حد او لا قال ليه شي حد او سمع، متفقين؟ هو واحد المجال، وهذا راه للاشاره ماشي غير في الكريبتو ولا هذا راه في التداول بصفه عامه، سواء كنتي تتداول في العملات او لك تتداول في الاسهم او الى غير ذلك. بطبيعه الحال خصك تكون خدام عندك واحد المبلغ وتخدم، يعني تدير واحد اداره المخاطر ليك، مثلا تانفيستي واحد 10% او لا اللي هي اللي كتانفيستي باش حتى الى مشى لك هذاك الشيء ما تاثرش لك على حياتك. للاسف الشديد كنشوفوا بعض الناس اللي مثلا كاع المدخرات ديالهم كيمشي يحطهم في هذه العملات الرقميه. وللاشاره كذلك خاصنا نهضروا على واحد الحاجه اخرى اللي هي عباره على المنصات الوهميه او النصابه او النصابين في مجال العملات الرقميه، اللي كبعض الاحيان كيجي يتواصل معك. وانا شخصيا في هذا المكتب استقبلت بزاف ديال الضحايا اللي كيجي تيقول لك شي واحد مثلا هضر معاهم في فيسبوك وبدا يعني بدات واحد العلاقه ديال الاميتي، من بعد فاش خدام انا كنتداول انا كندير هذه ها انت دخل شوف فاش كندير. وهذا حنا عندنا دائما ديك عقده الاجنبي انه راه
هو الواعر علينا وانه هو بحسن النيه راه بغى يبارطاجي معايا. هو راه تيفرش ليه كما كنقولوا. كيدخل السيد كيلقى السيد تضرب 50000 دولار في النهار، كيضرب 20000 دولار في النهار، تيقول ليه كيفاش تدير؟ تيقول ليه نعاونك ماشي مشكل، ها انت غادي تصيفط. شوف بغيتي تكري كونت عندنا، كري كونت في هذه المنصه وصيفط لها الفلوس، متفقين؟ او لا انا نتداول لك اللي بغيتي المنصه ديالهم، يعني حتى دوك الفلوس اللي كتصيفط تيجيو ديالهم عندهم، وصيفطي ليه هو حتى هو عنده الربح فيها اللي بغيتي. انت اللي بغيتي تلعبها كاع زعما ذكي وبغيتي تمشي دير منصه ديالك، غادي تمشي زعما تكري كونت ديالك في هذاك الشيء، كدير كونت ديالك كتشارجي تاليمونتي، كيبان لك راه بين ما تاليمونتا، متفقين؟ تيبداو يعطوك ارباح اللي هي وهميه. كما ذكر أمين راغب، فعمليات الاحتيال والنصب تنتشر بكثرة في أسواق العملات المشفرة، حيث يؤدي الارتفاع الهائل في العملات الرقمية المشفرة ونقص التنظيم وإخفاء هوية الأموال الرقمية إلى خلق بيئة خصبة للمحتالين. والمحتالون يستهدفون صغار المستثمرين الذين يبحثون عن نصائح استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقومون بالترويج لموقع ويب خاص بهم والذي لا يعود له وجود بعد ذلك. مئات الأشخاص وربما الآلاف في المغرب لديهم قصص مماثلة، وتم النصب عليهم إما عبر مجموعات فيسبوكية أو عبر تطبيق تيليجرام. وهذه قصة سيدة تم النصب عليها بنفس الطريقة وأخفينا هويتها تنفيذا لطلبها. واحد المرة كندور في تيك توك ياك، واحد شوية كتبان واحد لابليكاسيون سميتها أبلو. هذيك لابليكاسيون ديالك زعما كتعرف على الثقافات ديال ناس أخرين، يعني كتعرف على ناس أخرين والثقافات ديالهم والسميتو ديالهم. أنا جيت أنصل هذيك أبلو ياك زعما باش نتعارف بحال هكا، نزيد لغة واحدة أخرى نزيد هذا، المهم فكنطيح في واحد الشينوي. تحت داك الشينوي كنهضر انا وياه، كنتهضروا انا وياه، المهم دزنا الواتساب صافا هذا، المهم تعرفنا وهذا وهذا وهذا. الهضره كتجر هضره ياك، هو في الاول ما قالش لي، ما جبتش معايا هذا الموضوع، انا ما شكيتش فيه واش نصاب ولا شي حاجه، ما جبتش معايا حتى شي موضوع. حتى وصلنا للخدمه، اش كتخدمي وانت اش كتخدم؟ قال لي انا كنخدم في الكريبتو موني. قلت ليه شنو هي الكريبتو موني؟ قال لي اش ما كتعرفيهاش؟ قلت ليه لا. قال لي واحنا قال لك حنا الاغلبيه في فلاشين كنخدموا بها. قال لي واش ما انتريس لهذا الدومين؟ قلت لي اه. قلت لي انا الا كان شي حاجه يعني غادي يعني نقدر نديفلوبي بها شي شويه هذا راس المال ديالي. قلت لي بوكو با، قلت لي انا ديفورسي وعندي وليد ياك. قلت لي ولا سيتياسيون ديالي؟ قلت لي انا دابا عندي شي كريتيات لا سيتياسيون ديالي راه سميتو. قال لي راه تقات لك لا سيتياسيون ديالك من بعد الا بقيتي زعما الا تبعتيني وهذا وهذا، تقات لك لا سيتياسيون ديالك. 6000 ديرهم يعني 600 دولار يعني هي باش تبداي على الاقل الا بغيتي باش انك تربحي. مشيت انا دبرت شويه هكذا شويه هكذا شويه هكذا، جمعت ديك 6000 درهم درتها فواحد لابليكاسيون قال لك سميتها البينونس، وديك البينونس كتكري فيها الكونت ديالك وهادو. فعلا انا تقت فيه، علاش؟ حيت ما عندوش لاكود ديالي ديال البينونس، لا داكشي كتكريه راسك، فهمتي؟ وكيوريك كيفاش تشري الدولار. ديك الساعات كيقول لك فوالا كيفاش غادي تشري الدولار، كيفاش زعما تحولي من الدرهم للدولار. وتما قال لك صافي، قال لي فوالا الا بغيتي ديري واحد البورتفاي فاش كتخبي الفلوس ديالك، وهي فاش كديري هادشي ديال تريدين، غادي تحولي لواحد المنصه واحده اخرى كتحولي لها الفلوس ديالك، كتحولي لك بورتفاي، يعني الفلوس كيتحولي لك بورتفاي وتما كتلعبي. فهمتي؟ ونورمالمون داك البينونس اللي هو شركه عالميه اللي هو معترف به وداكشي هو في البورتفاي ديالو. انا ما عرفتش انا داكشي، حيت انا ما قلت لك ما تعمقتش وما بحثتش وما عرفتش حتى شنو المعنى ديال الكريبتو مالي، ما عرفتش. راه قلت لك راه حتى الاخر اخر حتى تنصب عليا عاد عرفت بان راه العملات الرقميه بان راه هما راه ممنوعين. بداو 90 مليون في 96 ولا 93 مليون اللي عندي تما. قلت ليه انت قال لك الضريبه غير 12 مليون، منين غنجيب انا 12 مليون باش نخلص الضريبه؟ من الصعب تحديد مقدار الأموال التي يخسرها المستثمرون بسبب الاحتيال على العملات المشفرة، لأنه ليس هناك إبلاغ ذاتي من قبل ضحايا الاحتيال، وذلك لأن التداول بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات، حسب بلاغ صدر من مكتب الصرف سنة 2017. إلا أن في العاشر من شهر يناير 2022 قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي إن المغرب يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة. فيما يتعلق بمنظور الحكومة بخصوص
الحاجة إلى إطار قانوني كينظم هذا التعامل مع هذه العملات. فينبغي الإشارة في أن الوزارة كتعمل مع الشركاء ديالها البنك المغرب وكذلك شركاء دوليين من أجل تدارس الجدوى من هذا الإطار. كنعتقد أن العملات الرقمية هي راه كتخدم في الصالح ديالنا على مجموعة من الأصعدة، ولكن بالنسبة للتقنين أنا عندي تخوف. شنو هو التخوف؟ هو أن التقنين هذا ما يكونش يكون شوية مزير بزاف، أنه ما يخليش لنا واحد الحرية، وكون أنه كذلك فهاد يعني كنتمنى أنه يتم الإشراك ديالنا في هذه المسألة هذه. أنا نعطيو غير آراء ديالنا، نشرحو نبسطو شي حويجات، لأنه أنا كنعرف مزيان في بعض الأحيان كيتم فهم الأمور بواحد الشكل اللي هو مغلوط أو تيضخموه لواحد المسألة كبيرة بزاف، وبالتالي كتكون شي قوانين اللي ما مشياش معانا حنايا. فنتمنى الناس يعني نتمنى التقنين هذا يكون واحد يعني يتم الإشراك ديالنا فيه باش أنه يخدم كلا المصالح. المغرب يخشى على اقتصاده وعملته المحلية الدرهم نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الرقمية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي. كما أن هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تتخلق دولة داخل الدولة، دي دونجي الخطورة شعروا بها الدول الغربية بزاف، هما الأولي شعروا بها وشعروا أنه يمكن هذه العملات الرقمية تهدد الدولار، تهدد اليورو، تهدد هذه العملات الدولية. ولكن في آن واحد الحرية الاقتصادية اللي هي الفلسفة العامة كتفرض أنه الإنسان يتأقلم مع هذا الرقمنة. المغرب واش غادي يستفد من هذا التقنين؟ غادي يستفد من الناحية الضريبية، حسب شنو الدولة شنو غادي تدير بداك الكريبتوموني. لابدت هي اللي تتبعها، غادي تدخل الأموال، وذاك الساعات حسب الاستعمال ديال الدولة. إذا كان الدولة يعني كتبدر الأموال، ولحد الآن مازال كتبدر الأموال، فلا كريبتوموني اللي نوتر داك الساعات ما غادي يحسن، ما غادي حسب الاستعمال ديال داك المال اللي غادي تجنيه الدولة. إلا استعملته بطريقة استثمارية بدون فساد في الكلفة ديال الأسواق اللي غادي تمولها مزيان، هذا هو داك الأرباح غادي تعطيها جزء منها تعطيها للناس اللي شراو داك النقود، لأنه القيمة ديالهم غادي ترتفع في السوق. وإلا استعملتها هي باش تعطيهم مقابل داك الأموال اللي كانوا تيبداو يشرو بها النقود الأجنبية، يعني الهدف هو الفلوس يبقاو في البلاد. المشكلة ديال الكريبتوموني يعني الآثار ديالها مرتبط بشفافية السوق المالية في المغرب. واش هذيك الشفافية يمكن لها توصل لواحد النسبة ديال 70%؟ مش نكونوا واقعيين، ماشي 100% ولكن 70% أو 75%، واش هاد الشفافية يمكن لها تحقق؟ هذه مسألة متعلقة بأخلاقية الإدارة في المغرب، مستوى الأخلاقي ديال الإدارة في المغرب. من الناحية المنطقية الدولة عندها الحق تقنن هذا الوضع قبل ما يفلت زمام الأمور. المغرب من مصلحته يحافظ على قيمة الدرهم، وقيمة الدرهم مرتبطة بالعملات اللي غادي تجي نفس الدرهم في السوق المغربية، والاستقرار ديال القيمة ديال الدرهم مرتبط بطاقة الدولة إلى التحكم في النقود الرقمية. التطور التكنولوجي يسير بوتيرة سريعة،
نظرا للتحديات الأخيرة التي نشهدها من بينها جائحة كورونا، حيث أدرك العالم أن الرقمنة لم تعد رفاهية. والخوف المطروح اليوم يقع على حماية البشرية التي باتت عارية في مرآة الرقمنة.